نزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي أهلا بكم ومراجعة النهائية في فرع الجبر الترم الثاني. معكم الأستاذ محمد السيد بلال معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب قناة الأستاذ التعليمية والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. لا تنسى أن تعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو مع الأصدقاء وعلى الفيسبوك. نبدأ دلوقتي مع بعض إن شاء الله. اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. السؤال بيقول إيه؟ بيقول لي إذا كان للمعادلتين اللي هما إيه بقى؟ س زائد 4 ص زائد بتساوي 7، دي معادلة الأولانية. المعادلة الثانية اللي هي عبارة عن 3 س زائد ك ص بتساوي 21، عدد لا نهائي من الحلول. خلاص؟ فإن ك بتساوي، بيقول لي اختار قيمة الك. هنا بيقول لي لو قال لي ان المعادله لها عدد لا نهائي من الحلول بنستنتج على طول ايه؟ بنستنتج ان معامل السين في المعادله الاولى بيساوي معامل السين في المعادله الثانيه، معامل الصاد في المعادله الاولى بيساوي معامل الصاد في المعادله الثانيه، الحد المطلق بيساوي الحد المطلق. طيب انا شايف ان معامل السين هنا كام؟ 1، ومعامل السين هنا كام؟ 3. اذا هنعمل ايه عشان نخلي المعادلتين زي بعض؟ بنضرب المعادلة الأولى في كام؟ في 3. يبقى المعادلة الأولانية نضربها في كام هنا؟ في 3. يبقى نضرب المعادلة دي في 3، يبقى دي هتتحول إلى كام؟ 3 كام؟ 3 س زائد كام؟ زائد 12، 3 في 4 ب 12 ص هتساوي كام؟ 3 في 7 برضه 21. أصبحت المعادلة ديت هي نفسها المعادلة ديت. خلاص؟ يبقى هنا لما يكون المعادلتين زي بعض بالظبط اذا المعادلتين المعادلة يبقى لهم عدد نهائي من الايه؟ من الحلول. وبالتالي هنستنتج ان الثلاثة بتساوي الثلاثة وال 12 تساوي الكاف، يبقى الكاف تطلع بكام هنا؟ ب 12. يبقى هنا نقول ان الكاف بتساوي الكام؟ الايه؟ ال 12. المعادلة الثانية بيقول لي احد حلول المعادله دي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي س ناقص ص بتساوي 2، والمعادله الثانيه س تربيع زائد ص تربيع بيساوي كام؟ 20. هي احد حلولها. طب انا نعمل ايه عشان نجيب احد حلولها؟ نحله. طيب ما ممكن احنا بقى بدل ما نحل ونشتغل ونتعب نفسنا بنعمل ايه؟ ان انا بناخد الازواج المرتبه ديت ونعوض في المعادله. دي اسهل طريقه، ان انا بناخد الازواج المرتبه ونعوض في المعادله. اللي بيحقق هذه المعادلتين مع بعض هو ده مجموعة الايه؟ الحال. طب يلا نشوفه. اول حاجة هنبدأ نقوله ايه؟ هناخد سالب 3 و 2، يعني هنعوض عن س بسالب ايه؟ 4، وعن ص بكام؟ ب 2. يبقى سالب 4 وكام؟ و 2. طب سالب 4 وسالب 2 يبقى ادينا كام؟ سالب 6 مش الطرف الايسر، يبقى ده ليس حلا، ليس حل من حلول المعادلة. ناخد التاني 2، يبقى نعوض عن س ب 2، وبعد كده سالب في سالب يبقى موجب، موجب 4، 2 وسالب وموجب 4 يديني 6، طبعا مش الحد الايسر، يبقى ده ليس حل من حلول الايه؟ المعادله. الحل الثالث نقول 3 وكام؟ 3 و1. عوض عن س ب 3، يبقى 3، 3 ناقص الواحد يساوي 2، يبقى 3 ناقص الواحد اللي هو هنعوض هنا، يبقى 3 ناقص الواحد بيساوي 2، يبقى ده ممكن يكون حل، ده ممكن يكون الايه؟ حل المعادله. طب نتاكد ازاي؟ نعوض في المعادله الثانيه، نبتدي نعوض في المعادله الثانيه. طيب س تربيع يعني معناها 3 تربيع، 3 في 3 بكام؟ ب 9، 3 في 3 بكام؟ ب 9. طيب الص تربيع معناها ان انا ربع الواحد، يبقى 1 في 1 ب 1، يبقى 9 زائد 1 بيساوي 10. مش بيساوي الطرف الايسر، يبقى هو ده ليس الحل للمعادله. طيب ناخد الحل الايه؟ الزوج المرتب الاخير ونشوف مع بعض نعوض فيه. الاربعه ناقص الاثنين يديني 2، ماشي. طيب هنعوض برضه عن مين؟ عن السين باربعه وعن الصاد باثنين. طيب سين بسين تربيع معناها الاربعه في اربعه بكام؟ ب 16، اربعه في اربعه بكام هنا؟ ب 16. طيب يبقى انا هنا كام؟ 16. ونعوض هنا نقوله 2 في 2 بكام؟ ب 4. 16 زائد 4 بيساوي 20، يبقى هو ده الحل اللي احنا عايزينه، يبقى ده الحل اللي عايزينه، يبقى ديت هي ايه؟ احد الازواج المرتبه، يبقى ده الزوج المرتب اللي ينفع حل للايه؟ للمعادله.
احنا ممكن نحلهم مع بعض جبريا خلاص ونشتغل عادي وتدينا الايه المعادله بتاعتنا خلاص. الطريقه طويله شويه. طيب تعالوا نشوف المساله اللي بعد كده. بيقول اذا كانت ص د يعني مجموعه اصفار الداله قدامنا ديت بتساوي 3، وداله السين عباره عن سين اس 3 ناقص الميم، فان ميم بتساوي كام؟ هنا بيقول لي مجموعه الاصفار يعني الداله ديت نساويها بالصفر. طيب هو عاطيني مجموعه الاصفار بكام؟ ب3، يبقى هنعوض عن السين بكام؟ ب3. يبقى حاجتين هنعملهم دلوقتي، نمسك المعادله اللي عندي، المعادله اللي عندنا ديت خلاص، نعوض عن سين بكام؟ ب3 كويس، ونضع الداله بتساوي صفر لان دي مجموعه الايه الاصفار بتاعتها. يبقى نقوله 3 خلاص، يبقى نعوض عن سين 3، يبقى نقوله 3 الكل اس 3 او اس 3 ناقص الميم بتساوي كام؟ بتساوي صفر كويس. طيب من هنا الميم دي سالبه، دخلها هناك نغير اشارتها، يبقى نقوله 3 في نفسها 3 مرات، يبقى ب7 وكام وايه و20، 27 طبعا هنقول يساوي، ونودي هناك مع تغيير الاشاره الميم، هناك مع تغيير الاشاره يبقى الميم بتساوي 27، يبقى قيمه الميم هنا بكام؟ 7 وايه و20. طب يقول لي هنا برضو ايه، نكمل اختيار الاجابه الصحيحه من بين القوسين، يكون الداله نون سين اللي هي عباره عن سين سالب 5 على سين سالب 3 معكوس ضربي في المجال، في المجال ان هو، يبقى هو عايز يحدد المجال. طيب هنا لما يقول لي الداله لها معكوس ضربي، اذا المجال بنجيبه من داله البسط وداله المقام، داله البسط وداله الايه؟ المقام. اما لما يقول لي هات لي مجال الداله ويسكت، يبقى بنجيبه من المقام بس، نقوله المقام. طب ازاي نجيب مجال؟ نقوله المجال بيساوي ح فرق اصفار المقام والبسط في هذه الحالة، لما يكون عندنا معكوس ضربي يبقى نقوله ايه؟ المجال بيساوي ايه؟ عبارة عن مجال الدالة ح فرق اصفار البسط واصفار الايه؟ المقام. يلا نجيبه، يبقى نقوله ح، اهي نكتب الح، فرق اصفار البسط اصفار المقام كام؟ يعني نمسك الدالة ديت نوضحها بصفر ومنها نجيب قيمة الايه؟ السين، يبقى نقوله سين تساوي كام؟ يبقى نقوله فرق الكام؟ التلاتة اهو. ماشي ها؟ طيب ونجيبها من داله البسط كمان، يعني نضع ده بصفر برضو، يبقى س ناقص 5 بتساوي صفر، ومنها س تطلع بكام؟ ب5، يبقى ايه؟ نضع س بتساوي كام؟ 5، يبقى ح فرق الثلاثه اللي هي داله الايه؟ اصفار الايه؟ البسط واصفار المقام، يبقى 3 وكام وايه؟ وال5. يبقى العباره الصحيحه اللي هي عندنا اللي هي ح فرق الثلاثه والكام؟ وال5. هنا بيقول لي كيس يحتوي على 4 كرات مالهم بيضاء و6 كرات حمراء سحبة كرة واحدة عشوائيا من الكيس، فإن احتمال أن تكون الكرة مصحوبة حمراء. هنا طبعا عدد الكرات إجمالي عدد كرات كام؟ يبقى لازم نكون عارفهم، 4 زائد 6 هيساوي 10، 10 يبقى أنا عندي كام كرة؟ 10. طب أنا إذا احتمال الكرة المصحوبة إيه؟ حمراء، كام كرة حمراء؟ خلاص 6، يبقى نقول 6 على 10، يبقى هنا نقوله هنا الاحتمال عندي كام هنا؟ 6 على كام؟ على ال10. طيب أنا ما عنديش 6 على 10 من اختيارات، طب نعمل إيه؟ نضع ده في أبسط صورة، يلا نضع ده في أبسط صورة، بالقسمة على كام؟ على الاتنين، يبقى 6 على 2 فيها التلاتة، وفي نفس الوقت نقسم ال10 على الاتنين فيها الخمسة، يبقى الإجابة الصحيحة كام عندنا؟ الإجابة الصحيحة 3 على الكام؟ على الخمسة، يبقى الإجابة الصحيحة عندنا 3 على الكام؟ على الخمسة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ اذا كانت الف وب حدثين متنافيان، حدثان ماله متنافيان، وكان احتمال الالف بيساوي 5 من 10، وكان احتمال الف اتحاد البي بيساوي 8 من 10، فان احتمال البي، يبقى هنا لام الف، لام الف يعني احتمال الالف بيساوي 5 من 10 كويس، ولام الف اتحاد البي 8 من 10، وايه كمان؟ وعايز مني لام البي بيساوي كام؟ طبعا هنا طالما الحدثين متنافيين يبقى إيه؟ نقوله ايه بقى؟ احتمال الف اتحاد ال ب يساوي احتمال الالف زائد احتمال ال ب، احتمال الالف زائد احتمال الايه؟ ال ب. طيب يبقى نقوله الف احتمال الالف زائد اتحاد ال ب بيساوي احتمال الالف زائد احتمال ال ب، لان الحدثين متنافيين. طب لو الحدثين مش متنافيين لازم نكمل بقى، نقوله ايه؟ احتمال الالف اتحاد ال ب يساوي احتمال الالف زائد احتمال ال ب ناقص احتمال التقاطع، بس هنا الحدثين متنافيين، لا يبقى هما الاثنين دولت بس. طيب ومن هنا
هنقوله احتمال ال ب تساوي احتمال ألف اتحاد ال ب ناقص احتمال الايه الألف. نعوض، يبقى 8 من 10 ناقص 5 من 10 يديني 3 من 10، يبقى الإجابة الصحيحة كام؟ 3 من ايه؟ من 10. هنا بيقول لي بقى ندخل المسائل الايه المقاليه. اوجد مجموعه حل المعادلتين. عندي معادلتين، عايز مجموعه حل بتاعتهم. المعادله الاولانيه 3 س ناقص الص زائد ال 4 بتساوي صفر. المعادله الثانيه ص زائد 2 س زائد 3، خلاص ص بتساوي 2 س زائد الكام؟ ال 3. طب نعمل ايه دلوقتي هنا عشان نحل المعادلتين دولت؟ طبعا دي معادله من الدرجه الاولى ودي برضو معادله من الدرجه الايه الاولى. هنشتغل بطريقتين، يا اما حاجه اسمها طريقه الحذف او التعويض. طبعا طريقه الحذف بتبقى اسهل شويه، خلاص. طيب نعمل ايه عشان نعمل طريقه الحذف؟ نضع السين والصاد في طرف والحد المطلق في طرف لوحده في المعادلتين. طيب يلا نظبط الكلام ده مع بعض. يبقى المعادله الاولانيه هنقوله 3 س ناقص الصاد بتساوي، هناخد الحد المطلق نوديه هناك مع تغيير الاشاره، يبقى 3 س ناقص الصاد بتساوي سالب مين؟ 4. دي المعادله الاولى. المعادله الثانيه هنعمل ايه؟ هندخل السين جوه مع الصاد، يبقى كام؟ هيبقى المعادله عباره عن سالب 2 س زائد الصاد بتساوي 3. يبقى ندخل دي جوه مع تغيير الايه؟ الاشاره، اللي هي 2 س هتتحول الى سالب 2 س موجب الصاد بتساوي كام؟ 3. طيب بجمع بقى العلاقه 1 و2 نجمعهم. طبعا هنا بنجمعهم على طول ليه؟ لان معامل السين يساوي معامل ايه؟ السي الصاد بيساوي معامل الصاد في المعادله الاولى والثانيه، بس ده موجب وده سالب، الاثنين مختلفين في الاشاره. يبقى هنا ممكن نحذف مين دلوقتي؟ عمليه حذف الصاد سهله. يبقى امتى نحذف الصاد؟ اذا كان المعامل في المعادله الاولى بيساوي المعامل في المعادله الثانيه مع اختلاف الإشارة بتاعته. طبعا واضح ان هنا المعامل واحد بتاع الصاد الأولانية وهنا واحد، الإشارة هنا سالبة والإشارة هنا موجبة. في هذه الحالة عملية الحذف سهلة، لأن أي عدد معكوس الجمع بيساوي كام؟ الصفر. يبقى أنا ممكن نحذف دولت مع بعض ونجمع عادي. يلا نكمل. ها يساوي 3 س ناقص 2 س اديني س، طبعا موجب الصاد راح مع سالب اللي هي الصاد، راحوا مع بعض. طيب سالب 4 سالب مين؟ 4، و3 يدينا سالب 1. سالب 4 وموجب 3 يديني سالب ايه؟ 1. كده انا عرفت قيمه السين بكام؟ بسالب ايه؟ بسالب 1. طيب نعوض في المعادله الاولانيه اللي هي فوق دي خالص، نعوض فيها. يبقى نقول ايه بقى دلوقتي؟ او ص تساوي كام؟ 2 سالب 1 يبقى سالب 2 زائد 3، الناتج هيطلع لي سالب 2 وموجب 3 يديني كام؟ الواحد. هنا مجموعة الحل هتبقى في صورة زوج مرتب وقوس مجموعة. نكتبها ازاي؟ نبدأ بالسين وبعد كده بالصاد. السين والصاد، السين كام؟ سالب 1. الصاد بكام؟ بواحد. يبقى مجموعة الحل عبارة عن زوج مرتب سالب 1 و1 وبعد كده قوس الايه؟ المجموعة. طيب هنا برضه بيقول لي اوجد نون س في ابسط صوره مبينه مجالها، حيث نون س عباره عن س على س ناقص 4 ناقص س زائد 4 على الس تربيع ناقص 16. طيب هنا بقى احنا عايزين نحطها في ابسط صوره ونوضح الايه المجال. طبعا واضح ان الجزء الاولاني ما فيهوش تحليل س، وبعد كده س ناقص 4 ما تتحللش. نيجي الجزء الثاني هلاقي س زائد 4، وتحت هتلاقي س اس 2 ناقص كام؟ 16. يبقى ده اللي اتحلل بس. طب نحلله ازاي؟ فرق بين ايه؟ مربعين. طيب يلا نقوله، نقوله ايه؟ س على س ناقص 4 ناقص س زائد 4 زي ما هي، بنحلل ده فرق بين مربعين، بنفتح كوسين، س تربيعي عباره عن س في س، ال 16 4 في 4 سالب سالب وموجب، خلاص. يبقى نحلل بقى ايه؟ فرق مربعين سالب وايه؟ وموجب. هنا نبتدي نجيب المجال، هنا نبتدي نجيب الايه؟ المجال، نجيب من الكسر الاول والكسر الثاني. طب نقول له حفر اصفار ده الكسر الاولاني يبقى نحطه 4. طيب اصفار الكسر الثاني 4 خدناه مش هناخدها ثاني. طيب وس هنا س زائد 4 يبقى س ايه؟ يبقى قيمه الس بكام؟ بسالب 4. اذا مجال الداله هنا في الحاله ديت ح فرق ال 4 وسالب ايه؟ 4. 4 وسالب ايه؟ 4. طيب
بعد ما جبنا كده نبتدي نختصر. نختصر ازاي؟ نقوله ايه، س زائد 4 تختصر مع س ايه زائد 4 موجب 4. هتبقى لنا ايه؟ هتبقى لنا س على س ناقص 4 زي ما هي. بعد الاختصار الجزء ده هيدينا ناقص اهوت 1 على س ناقص كام؟ 4. المقام زي المقام، بنضع مقام، نضع المقام زي ما هو اللي هو س ناقص 4. طالما المقامين متشابهين نضع مقام، ونيجي للبسط ونطرح ونقول س ناقص 1. س ناقص 1 يدينا س ناقص 1 على موضحا المجال او مبينا المجال. نون س اعطاها لي عباره عن ايه؟ س تربيع زائد 2 س زائد 4 مقسومه على س اس 3 ناقص 8 زائد س اس 2 زائد س سالب 2 على س اس 2 سالب ايه 4. طبعا هنا مساله زي ديت مساله بسيطه جدا وسهله، بس محتاج ان احنا نعمل عمليه الايه؟ التحليل. طيب نبتدي نشوف مع بعض. بالنسبة هنا هنبتدي نحلل مع بعض المقدار اللي عندنا. طبعا المقدار اللي فوق اسمه مقدار ثلاثي الكاذب، المقدار الثلاثي الكاذب لا يحلل. طب نعرفه ازاي؟ هنقول س أس 2 عبارة عن س في س. طيب عددين حاصل ضربهم 4، حاصل ضربهم 4 ومجموعهم 2. طبعا ما فيش، لا يوجد عددين حاصل ضربهم 4 ومجموعهم ايه؟ 2. طيب نيجي للحد المقدار اللي تحت هنحلله، اسمه ايه دهوت؟ اسمه الفرق بين مكعبين، اسمه فرق بين مكعبين، قوس صغير وقوس كبير. طيب نبتدي نحلله، طبعا مر علينا قبل كده كتير، هنبتدي نحلله. بنفتح قوس صغير وقوس كبير. قوس صغير بنحط فيه ايه؟ بنحط فيه الجذر التكعيبي للايه؟ لسين اس 3 اللي هو س. السالب تنزل معايا، الجذر التكعيبي ل 8 هو 2. يبقى القوس الصغير بناخد جذر تكعيبي للحد الاول ناقص الجذر التكعيبي للحد الايه؟ الثاني. طيب القوس الكبير بنعمله ازاي؟ نقوله بقى نربع س في س بس تربيع، بعد كده سالب 2 في سالب 2 بموجب 4 الحد الاخير. الحد اللي في النص عباره عن حاصل ضرب 2 في س ب 2 س بعكس الاشاره اللي هنا، بعكس الاشاره اللي هنا. لو الاشاره ديت سالبه يبقى لازم نكتب هنا موجب، لو ديت موجبه اللي في النص هنا موجبه يبقى ديت نكتبها بالايه؟ بالسالب. طيب كده احنا خلصنا من التحليل ايه؟ س اس 3 سالب كام؟ 8. طيب بعد كده المقدار اللي فوق ده بيتحلل، مقدار ثلاثي بسيط، مقدار ثلاثي اسمه ايه؟ بسيط. نحلله ازاي؟ س اس 2 عباره عن س في س، 2 عددين حاصل ضربهم 2 والفرق بينهم 1، 2 في 1. العدد الكبير بياخد اشاره اللي في النص والثاني عكسه، يعني ده الموجب بياخد العدد الكبير والثاني بياخد الايه؟ السالب. طيب المقدار اللي تحت اسمه فرق بين مربعين. انا بقول اسمه ليه بقى؟ عشان واحنا بنحلل نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. المقدار اللي تحت اسمه فرق بين مربعين، يعني حدين 2. طيب مربع ومربع وفي النص ايه؟ سالب. طيب نحلل ازاي؟ قوسين، خلاص س زائد 2 س سالب 2، يبقى القوس الاول س زائد 2، القوس الثاني س ناقص ايه؟ 2. كده انا حللت كل الحاجات اللي عندي. طب بعد ما بنحلل نبتدي نعمل ايه؟ نجيب إيه؟ مجال الداله. قبل ما نختصر لازم نجيب مجال مين؟ الداله. طب المجال هنا بنجيبه منين؟ من المقام في الداله، في الداله الاولانيه او في الكسر الاول، ومقام الكسر الايه؟ الثاني. طيب نيجي هنا يبقى حفر 2. طيب المقدار الثلاثي الكاذب دهوت ملوش مجال، ملوش ايه؟ مجال، او مجاله بيساوي الايه؟ الح، يعني كل الاعداد الحقيقيه بتبقى مجاله. طيب نيجي بعد كده نقوله ايه؟ ناخده من هنا س موجب 2 نخليها كام؟ يبقى ناخد منها يبقى سالب 2. العدد هنا س سالب 2 بناخد منها مين؟ الاثنين، خدتها قبل كده ما ناخدهاش. يبقى المجال هنا عباره عن ح كل الاعداد الحقيقيه ما عدا 2 وسالب ايه؟ 2. طيب بعد ما خدت الخطوه دي نبتدي عمليه الاختصار. ازاي نختصر؟ المقدار ده كله ده كله بيختصر مع ده كله، لانه ده زيه بالظبط. طيب وايه كمان؟ وس موجب 2 تختصر مع س موجب 2. هتبقى لنا في الاول خالص 1 على س سالب ايه؟ 2. 1 على س سالب ايه؟ 2 اهو، يبقى 1 على س سالب 2. طيب لما اختصرت س زائد 2 مع س زائد 2 هتبقى لنا س ناقص 1 مقسوم على س ناقص كام؟ 2. هنبص كده هنلاقي ان المقام هنا هو نفس المقام، المقامات هنا مالها؟ متشابهه. لما تكون المقامات متشابهه بناخد مقام ونبتدي نجمع الايه؟ البسط. نجمع مين؟ البسط. طب يلا نجمع البسط، هنلاقي ايه؟ 1 زائد س ناقص الواحد، 1 زائد الس سالب الواحد.
الواحد هيختصر مع الواحد، هتبقى لنا في النهاية س مقسومة على ايه؟ على مين؟ على س ناقص كام؟ ناقص ايه؟ 2. طيب هنا بيقول لي اوجد في ح ح في ح مجموعة حل المعادلتين آتيتين بيانيا أو جبريا. هنعملهم جبريا مع بعض كده، يبقى نبتدي نعمل معاهم إيه؟ جبريا. إزاي نحلهم جبريا؟ تعال نحلهم مع بعض جبريا. إزاي نحلهم مع بعض؟ أول حاجة بنخلي المعادلة الأولانية السين والصاد في طرف والحد المطلق في طرف، فبنعمل إيه؟ بندخل السين جوه مع تغيير الإشارة، هي إيه؟ إشارتها هنا إيه؟ سالبة، تدخل جوه مع تغيير الإشارة، يبقى سين زائد صاد بتساوي كام؟ 7. بالمعادلة الأولانية هتبقى عبارة عن س زائد الصاد بتساوي كام؟ 7. بنفس الطريقة هندخل مين؟ هندخل العدد ده جوه مع تغيير الإيه؟ الإشارة، يعني ندخل الس هنا مع تغيير الإشارة. طيب هتبقى إيه بقى المعادلة في الحالة ديت؟ تبقى سالب 2 س موجب الصاد بتساوي 1، ودي خليها المعادلة رقم 2. طيب بنعمل إيه بقى دلوقتي؟ بنيجي على المعادلة رقم 2 ديت نضربها في كام؟ في سالب 1. نضربها في كام؟ في سالب 1. لما نضربها في سالب 1 يبقى اذا سالب 1 في سالب 2 س بيدينا 2 س، سالب 1 في موجب ص يدينا سالب ص، وسالب 1 في 1 يدينا سالب 1. هنجمع المعادله كام؟ نجمع المعادله رقم 1 مع المعادله رقم كام؟ 3. رقم 1 مع المعادله رقم كام؟ 3. س زائد 2 س يدينا 3 س، بعد كده موجب الص تختصر مع سالب الص يساوي 7 ناقص 1 يديني كام؟ 6. يبقى اذا 3 س بتساوي 6، هنقسم على كام؟ على 3. اذا الس بتساوي كام؟ 2. الس هنا هتطلع بكام؟ ب2. بعد ما قسمنا على 3 س تطلع بكام؟ ب2. نعوض في المعادله رقم 1 او المعادله ديت، المعادله اللي فوق ديت، عشان نجيب قيمه مين؟ الايه؟ الص. يبقى نقول ص بتساوي او المعادله الاولانيه ص تساوي 7 ناقص 2، 7 ناقص 2 يديني كام؟ 5. يبقى مجموعه الحل في هذه الحاله عبارة عن ايه؟ قوس مجموعة وقوس زوج مرتب، لأنها معادلتين في س والايه والصاد، يبقى مجموعة الحل هنا عبارة عن 2 وايه و5 زي ما أنت شايف. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ أوجد نون س في أبسط صورة واضحة مجالها. أوجد نون س في أبسط صورة واضحة المجال. نون س عبارة عن س على س أس 2 زائد 2 س ناقص س ناقص 2 على س أس 2 ناقص كام؟ 4. طيب طبعا هنا برضو نفس الحكاية، بنبتدي نحلل إيه؟ كل كسر لوحده. الكسر الأولاني طبعا البسط س بنحطه زي ما هو. نيجي هنا بنحلل دهوت، بناخد عامل مشترك الس، بناخد الس عامل مشترك. هتبقى لي س مضروبه في س زائد كام؟ 2 ناقص، نحطها زي ما هي، البسط اللي فوق دهوت ما بيتحللش، خلاص ده مش بيتحلل، بنحطه زي ما هو. طب نيجي على ده اللي هو س اس 2 ناقص 4، هنحلله عباره عن فرق بين مربعين. طب نفتح قوسين متشابهين، س اس 2 عباره عن س في س، الاربعه 2 في 2 سالب وموجب، واحده سالبه والثانيه ايه؟ موجبه. طيب بعد ما عملت عملية التحليل نبتدي نجيب مجال الدالة الأول، نبتدي نجيب إيه؟ المجال بتاع الدالة. مجال الدالة بيجي من المقام الدالة الكسر الأول ومقام الكسر الثاني. طيب السين نقوله ح فرق، السين يبقى بصفر، يبقى طالما السين بره كده نقوله إيه؟ بصفر. طيب سين زائد 2 يبقى هنا هتطلع لنا بكام؟ سالب إيه؟ 2. بناخد العدد ده بعكس الإيه؟ إشارته، العدد ده اللي هنا بعكس الإشارة بتاعته. طيب هنا كام؟ هنا س ناقص 2 يبقى ناخد الاثنين. طيب هنا س زائد 2 خدتها قبل كده اللي هي ايه؟ سالب 2، مش هناخدها تاني. يبقى ده المجال بتاعي. بعد ما جبنا المجال نبتدي نختصر. نختصر ازاي؟ نقول الس تختصر مع س، وس ناقص 2 تختصر مع س سالب ايه؟ 2. يبقى هنا هنختصر ايه؟ الس ديت هتختصر مع الس. كويس؟ وده كله بيختصر مع ده كله. هتبقى لنا كام في النهايه؟ هتبقى لنا هنا طبعا 1 على س زائد 2. طيب والكسر الثاني هتبقى برضو 1 في البسط على س زائد ايه؟ س زائد 2. طيب 1 على س زائد 2 ناقص 1 على س ناقص 2 اديني في النهايه كام؟ 0. اذا نون س في ابسط صوره هيطلع لي بكام هنا؟ بالايه؟ لان ده هو نفسه ده، بس ده موجب وده سالب،
اذا الناتج يطلع لي في النهايه بكام؟ بالايه؟ بالصفر. الناتج يطلع لنا بالايه؟ بالصفر. السؤال هنا بيقول لي باستخدام القانون العام اوجد في ح مجموعه حل المعادله. طبعا دي اسمها معادله تربيعيه، وعايز استخدم فيها مين؟ القانون. لو انا حبيت نشتغل بالتحليل طبعا التحليل هيبقى صعب، مش هنعرف نحلل. طب بنعمل ايه؟ بنستخدم الايه؟ القانون العام. طيب المعادله بتقول لي ايه؟ س اس 2 سالب 2 س سالب 4 بتساوي كام؟ صفر. طيب هنا بقى علشان نحل المعادله زي ديت نطلع الالف والب والج. الالف اللي هو معامل س تربيع بكام؟ واحد. الب سالب 2، الجيم سالب ايه؟ 4. طيب بعد ما جبنا دول نبتدي نكتب القانون العام. القانون العام بيقول لي ايه؟ س تساوي سالب ب موجب او سالب الجذر التربيعي لب تربيع ناقص 4 الف جيم على 2 الف. ده اسمه القانون العام. طبعا هو سهل جدا ان احنا نحفظه. يبقى انا عندي الالف والب والجيم، نبتدي نعوض هذا القانون ونكتب قيمه الايه؟ الس. طيب س تساوي سالب 2 في سالب 1 يبقى موجب 2، موجب او سالب جذر سالب 2 تربيع بيساوي 4، سالب 4 في الالف بواحد في سالب مين؟ سالب ايه؟ 4. كل ده مقسوم على 2 في 1 بكام؟ ب 2. طيب كلام جميل. يلا نختصر بقى نقول س تساوي 2 موجب او سالب. طبعا هنا سالب 4 في سالب في 1 بسالب 4 في سالب 4 يبقى بسالب بموجب 16، سالب في سالب بموجب 4 في 4 ب 16، 16 زائد 4 يبقى 20، يبقى جذر 20 على كام؟ على 2. بالاختصار اكتر هنلاقيها كام؟ 1 موجب او سالب جذر كام؟ 5، 1 موجب او سالب جذر ايه؟ ال 5. اذا باستخدام الاله الحاسبه خلاص نجيبه س، هنقوله س تساوي 1 زائد جذر 5 ونجيبها باستخدام الحاسبة هتطلع لي 3.2، أو س ناقص جذر 5 هتطلع لنا بكام؟ بواحد وسالب 1.2. إذا مجموعة الحل هنا اهوت تطلع زي ما أنت شايف 3.2 وسالب 1.2. هنا بيقول لي أوجد مجموعة حل المعادلتين الإيه؟ الآتيتين. س ناقص ص بتساوي 0 وس في ص بتساوي 1. طبعا هنا المعادله دي اسمها معادله من الدرجه الايه؟ معادله من الدرجه الاولى في متغيرين اللي هم س وص، والمعادله الثانيه س في ص بتساوي 1 هي معادله من الدرجه الثانيه في متغيرين س وص. انا عندي معادلتين، معادله من الدرجه الاولى والثانيه من المعادله من الدرجه الثانيه. طب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبتدي نحلهم مع بعض جبريا بطريقه اسمها طريقه التعويض. طب نعوض ازاي؟ بنيجي على المعادله اللي هي من الدرجه الاولى ونضع السين في طرف والصاد والحد المطلق في طرف. يعني هناخد السين هنا، السين هنثبتها ونودي الصاد هناك مع تغيير الاشاره. يبقى السين تساوي الايه؟ الصاد. دي اول حاجه بنعملها، نقوله هنقول السين تساوي الايه؟ الصاد. وعندي السين في صاد بتساوي كام؟ الواحد. هنعوض عن قيمه السين بالصاد او بالصاد بتسين، يعني نضع مكان السين هنا الصاد. يبقى نقوله مكان الصاد نضع س او مكان السين نضع صاد. ماشي. طب يلا نقوله، يبقى هنا نضع مكان الصاد ديت السين، هيبقى عندي س في س بس تربيع. يبقى نضع مكان الصاد ديت السين، يبقى س في س يديني س تربيع. س تربيع بتساوي كام؟ الواحد. خد الجذر التربيع للطرفين، اذا السين بتساوي موجب او سالب ايه؟ واحد. كده احنا عرفنا قيمه السين بكام؟ بموجب او سالب الايه؟ الواحد. طيب نرجع نعمل ايه؟ نعوض عن الصاد. ما هي الصاد اصلا بتساوي س، والس طلعت بكام؟ بموجب او سالب واحد. اذا الصاد برضه هتطلع بموجب او سالب ايه؟ واحد. مجموعة الحل في هذه الحالة هتبقى عبارة عن كام؟ واحد وواحد. يبقى واحد في السينات وواحد في الايه؟ في الصادات. وسالب واحد في السين وسالب واحد في الايه؟ في الصاد. يبقى هي دي مجموعة الحل. اذا مجموعة الحل عبارة عن قوس مجموعة جواها ايه؟ الزوج المرتب واحد وواحد، وزوج المرتب التاني سالب واحد وسالب ايه؟ وسالب واحد. بيقول لي ايه؟ اذا كانت نقطة تقاطع المستقيمين س بتساوي واحد وص بتساوي 5 ألف تقع في الربع الرابع، فإن ألف يمكن أن تساوي. طب هنا في الربع الرابع بيكون عندي السين تكون موجبة، في الربع الرابع بتكون الصاد سالبة.
يبقى السين موجبة، يبقى السين بتساوي واحد دي موجبة، خلاص ماشي. وصاد لازم تكون ايه؟ سالبة. اذا علشان تكون صاد سالبة يبقى لازم يكون العدد اللي هنضرب في خمسة عدد سالب، ماشي. يبقى نقوله ايه؟ يبقى سالب، يبقى سالب خمسة في خمسة في سالب 25، يبقى اذا الصاد الالف ممكن تكون سالب خمسة. طب ممكن تساوي صفر؟ لا مش ممكن تساوي واحد، لو قلنا بتساوي واحد يبقى مش في الربع الاول، يبقى س موجبه وصاد موجبه في الربع الايه الاول. مش عايز ده انا في الربع، انا عايزها في الربع الكام؟ الرابع. سؤال حلو جميل. يبقى هنا في الربع الرابع الس بتكون موجبه بينما الصاد قيمتها بتكون ايه؟ يبقى الصاد لازم تكون عدد ايه؟ سالب. طيب ايه اللي يخلي لي ده سالب؟ لازم يكون عدد سالب زيه. ليه؟ لان الخمسه موجبه، الخمسه موجبه يبقى الموجب في ايه؟ يديني سالب، الموجب في سالب، يبقى خمسه في ايه؟ في سالب خمسه يديني عدد سالب. اذا في هذه الحاله بنقوله ان قيمه الالف يمكن ان تساوي سالب كام؟ سالب خمسه. سالب ايه؟ خمسه، لان الصاد لابد ان تكون سالبه، يبقى الخمسه في سالب خمسه يديني سالب خمسه وايه؟ و20، وده الحل بتاعنا. طيب بعد كده بيقول لي الداله نون، حيث نون س عبارة عن س سالب 3 على س سالب 5 معكوس ضربي، لها معكوس ايه ديت؟ ضربي في المجال اللي هو عطوه لي بقى. طيب احنا بنقول الداله بيكون لها معكوس ضربي اذا كان المجال بتاعها، خلاص بناخده من داله البسط وداله المقام. الداله بتاعتنا لها معكوس ضربي، لازم اقول كلمه معكوس ايه هنا؟ معكوس ضربي. ايه اللي يحصل؟ يبقى المجال بتاعنا بنجيبه من داله البسط والمقام. المجال دائما بنجيبه ح فرق اصفار البسط والمقام. في هذه الحاله هنجيبه ح فرق اصفار البسط والمقام طالما الداله لها معكوس ايه؟ ضربي. طيب تعالوا نقوله ازاي نجيب، نقوله ح، نقوله ح اهيت فرق، ونفتح قوس ونقوله ايه بقى؟ اصفار المقام واصفار البسط. اصفار المقام يعني نخلي هذه الداله، يعني ايه اللي يخلي ده بيساوي صفر؟ يعني نضع ده بيساوي صفر. طب نعرفه ازاي؟ نشوف العدد اللي هنا ايه؟ سالب خمسه، يبقى س بتاعتنا المعكوس الايه؟ الجمعي بتاعها يبقى خمسه، ادي خمسه معايا، ماشي؟ طيب وداله البسط بنفس الحكايه، س ناقص 3 بتساوي صفر، يعني الس تساوي كام؟ 3. يبقى هنا ح فرق التلاتة والخمسة، يبقى ح فرق التلاتة والايه؟ والايه؟ والخمسة. يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتنا ح فرق ح فرق التلاتة والكام والخمسة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ أبسط صورة للمقدار اللي هو قدامنا ده هوت هي. طيب أبسط صورة نبص كده، يعني عايز نجمعهم، كلمة أبسط صورة يبقى عايز يجمع المقدار ده كله. طيب هنا نبص هنلاقي إن المقام متشابه مع المقام، إذا كان المقامات متشابهة في حالة الجمع أو الطرح نضع مقام وبعد كده نعمل إيه؟ وبعد كده نجمع أو نطرح البسط زي ما هو عطين. طيب حط المقام زي ما هو، المقام هنا هيبقى عبارة عن كام؟ س تربيع، هي س إيه؟ تربيع، زائد كام؟ زائد الأربعة زي ما هي. طيب هنا عملية جمع، عملية إيه؟ جمع. يبقى نقوله البسط الأول زائد بسط التاني، بسط الأول زائد بسط التاني طالما المقامات متشابهة. البسط الأولاني كام؟ س تربيع زائد كام؟ زائد الواحد، زائد إيه؟ الواحد، زائد التلاتة، زائد كام؟ الإيه؟ التلاتة. يعني هتساوي، هتساوي شرط الكسر التاني هيت، وس تربيع زائد الأربعة في المقام زي ما هو مش هنعمل فيها حاجة، كويس؟ زائد الإيه؟ الأربعة. طيب تعالى نسم البسط بقى، س تربيع نحطها زي ما هي س ايه؟ س تربيع، يبقى س تربيع نحطها زي ما هي س ايه؟ س تربيع. طيب ونجمع 1 زائد 3 يديني كام؟ يديني 4. طيب لاحظ حاجة، إيه اللي أنت ملاحظه؟ البسط زي المقام، البسط هو نفسه الإيه؟ المقام، س تربيع زائد 4 وس تربيع زائد إيه؟ 4. لما تقسم حاجة على نفسها الناتج في النهاية يطلع لي بكام؟ يطلع لنا بالإيه؟ بالواحد الصحيح. يبقى إذا الإجابة الصحيحة بتاعتنا بتساوي كام؟ الواحد الإيه؟ الصحيح. طيب السؤال ده برضه سؤال ايه يعني برضه فيه شغل كتير، بيقول اذا كان احتمال الالف بيساوي 4 احتمال الف شرطه، كويس، فان احتمال الالف يساوي كام؟ عايز بقى يجيب هنا احتمال مين؟ الالف 4 على 5 ولا 3 على 5 ولا 2 على 5 ولا 1 على 3. طيب واحده واحده كده مع بعض، انا عارف ان الاحتمال زائد الاحتمال المكمل بتاعه بيساوي الواحد، احتمال
زائد الاحتمال المكامل بيساوي واحد، يعني احتمال ألف شرطة زائد احتمال الألف بيساوي الكام؟ الواحد. طيب هنقول احتمال ألف شرطة هنخليها زي ما هي، هنحطها زي ما هي، وإيه بقى؟ بدل احتمال الألف نعوض عنه بقيمته هنا اللي هي أربعة احتمال الإيه؟ الألف شرطة. يبقى نقوله بدل الألف نحط مكانها أربعة لام ألف شرطة، يبقى نقوله لا ألف شرطة زي ما هي اللي هي ديت، زائد مكان الألف احتمال الألف نحط مكانها أربعة لام ألف شرطة زي من المعطيات وعطوا لي في المسألة، كل ده المفروض يساوي كام؟ يساوي الإيه؟ الواحد. طب يلا نجمع، نقوله واحد زائد أربعة يديني خمسة، يديني خمسة احتمال ألف شرطة بيساوي واحد. القسمة اقسم على الخمسة، يبقى نقوله احتمال ألف شرطة بيساوي واحد على الخمسة. عرفت هنا احتمال ألف شرطة واحد على الخمسة، إذن الاحتمالين على بعض يدوني كام؟ واحد. يبقى إذن المكمل بتاعتها وألف احتمال الألف هتساوي أربعة على خمسة، لأن هنا واحد على خمسة زائد أربعة على خمسة يديني الواحد الإيه؟ الصحيح. لأن هنا واحد على خمسة زائد أربعة على خمسة يديني الواحد الإيه؟ الصحيح. أو إحنا نقوله إيه بقى؟ نقوله واحد ناقص واحد على خمسة يديني أربعة على خمسة. ماشي؟ يبقى نقوله احتمال الألف بتساوي الواحد ناقص واحد على خمسة، في النهاية يطلع لي أربعة على كام؟ على الإيه؟ الخمسة. طيب، السؤال بعد كده بيقول لي إيه؟ المستقيمان اللي هم س زائد 3 ص بتساوي واحد، وس زائد 3 ص ناقص 8 بتساوي صفر يكونان. يكونان، لاحظ معايا بقى، أنا عايز نشوف الإيه اللي عندنا، متوازيين ولا متعامدين ولا متطابقين ولا متقاطعين وغير متعامدين، نشوف الكلام ده مع بعض. الأول هنشوف هنا معامل السين بيساوي معامل السين، معامل السين في المعادلة الأولى بيساوي معامل السين في المعادلة الثانية، معامل الصاد في المعادلة الأولى بيساوي معامل الصاد في المعادلة الثانية. اللي بنستفيده طالما المعامل السين يساوي معامل السين ومعامل الصاد بيساوي معامل الصاد، في هذه الحالة بنستنتج ايه؟ ان المستقيمين بيكونوا متوازيين، يبقى اذا المستقيمين دولت على طول بيكونوا مالهم؟ متوازيان. خلاص؟ يبقى بنعرفها ازاي؟ نقوله يبقى هنا بنقسم معامل السين على معامل السين هتلاقيه بواحد، ومعامل الصاد على معامل الصاد برضه هتلاقيه بواحد، يبقى في الحالة دي تكون متوازيان، يبقى المستقيمين هنا مالهم؟ متوازيان. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ اذا كان ا وب حدثين متنافيين، احنا قلنا قبل كده حدثين متنافيين، كويس؟ من فضاء عينة، فإن احتمال ا اتحاد ال ب لام ا اتحاد ال ب يساوي، طبعا طالما هما متنافيين يبقى الاحتمال بتاعهم احتمال الأول زي احتمال الثاني بس، احتمال الأول زي احتمال الإيه؟ الثاني. في هذه الحالة الحل بتاعي يبقى عبارة عن أ زائد احتمال الألف زائد احتمال الب، احتمال الألف زائد احتمال الإيه؟ الب، يبقى ده الحل الصحيح. طيب هنا بيقول لي أوجد مجموعة حل المعادلتي س ناقص ص بتساوي 1 و س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 5 وكام؟ و20. يبقى دولت معادلتين، بيقول لي هات ايه مجموعة حل المعادلتين دولت. طبعا دي معادلة من الدرجة الأولى ودي معادلة من الدرجة الثانية، عشان نحلهم مع بعض بنستخدم حاجة اسمها طريقة التعويض وليس الحذف، لأن ما نقدرش نحذف هنا الايه هنا، إنما في حالة لما يكونوا معادلة من الدرجة الأولى مع معادلة من الدرجة الأولى بنتبع طريقة الحذف، هنا هنستخدم طريقة اسمها طريقة الايه التعويض. طيب نعمل ايه بقى؟ بنمسك المعادلة الأولانية اللي هي من الدرجة الأولى ونظبطها شوية، نعمل فيها ايه؟ نخلي السين لوحدها في طرف والصاد والحد المطلق في الطرف الثاني، نقول س تساوي الواحد زائد الصاد او صاد زائد الواحد، نودي الواحد الصاد هناك مع تغيير الايه الاشاره. اول خطوه، الخطوه الثانيه ان انا ابتدي طالما جبت س بتساوي كذا يبقى نعوض عنها في المعادله الثانيه، يبقى بدل الس نحط مكانها قيمتها اللي هي صاد زائد الواحد، يبقى نقول صاد زائد الواحد الكل اس 2 زائد الصاد اس 2 بتساوي 5 وايه و20 في المعادله الثانيه. يبقى نضع مكان السين قيمتها اللي انا جبتها اللي هي ص زائد الايه؟ الواحد. طيب بعد كده نعمل ايه؟ نفك بقى. نفك ازاي؟ بنضرب نقوله بقى نفك ده ثلاث حدود، ص ص في ص بص تربيع، الاول في الثاني في اثنين، يبقى نقوله ايه؟ الص في واحد بص في اثنين يديني اثنين ص، الثاني في نفسه يبقى الواحد في واحد بواحد زائد الص تربيع تنزل زي ما هي، كل ده بيساوي 5 وايه؟ و20. طيب نجمع الحدود المتشابهه مع بعضها، ص تربيع وص تربيع 2 ص تربيع زائد 2 ص، بعد كده هندخل دي جوه مع تغيير الاشاره هتدينا سالب 25، نطرح منها الواحد يديني سالب 24 يساوي صفر.
يبقى المعادلة بتاعتنا هتبقى 2 صاد تربيع زائد 2 صاد سالب 24 يساوي صفر. نقسم على الكام هنا؟ بنقسم على الاثنين. خلاص بنقسم على الكام؟ على الاثنين. يبقى اذا صاد تربيع زائد الصاد سالب 12 يساوي صفر. معادلة من الدرجة الثانية يمكن تحليلها، مقدار ثلاثي بسيط. نحللها ازاي؟ صاد تربيع عبارة عن صاد في صاد. 12 عددين حاصل ضربهم 12 والفرق ما بينهم واحد. 4 في كام؟ في 3. 4 في كام؟ في 3. العدد الكبير بياخد اشارته اللي في النص، الثاني عكسه، الثاني ايه؟ عكسه. طيب اذا هنا في هذه الحالة عرفنا ان الصاد قيمتها بكام؟ عرفنا الصاد قيمتها بأربعة وكام؟ وسالب ايه؟ 3. نرجع نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نرجع نعوض في المعادلة الثانية ديت عشان قيمة الايه؟ قيمة الايه؟ يبقى دلوقتي من هنا احنا ممكن نقوله من هنا خلاص اهو عرفنا قيمة مين؟ الصاد. يبقى هنا نقول الصاد بتساوي كام؟ بتساوي العدد ده هو عكسه يبقى سالب 4 او سالب ايه؟ 4. وفي نفس الوقت ان الصاد برضه هتساوي كام؟ هتساوي نحط المعكوس الجمعي للعدد ده هتساوي كام؟ 3. كويس؟ كده احنا جبنا الصاد. طب انا عايز اجيب السين، نعوض هنا في المعادله ديت عن السين مره بسالب ايه؟ بسالب 4، وعن السين مره بسالب ايه؟ برضه ب 3. طب يلا نشوف. يبقى سين تساوي، سين ايه؟ تساوي نقوله سالب 4 زائد الواحد يديني سالب 3. يديني كام هنا؟ يديني سالب 3. طيب برضو هنعوض عن السين في المعادله، عن الصاد هنا في المعادله دي برضو عن الصاد بكام؟ الصاد ب 3. طيب 3 زائد 1 يديني كام؟ 4. يبقى هنا السين هتطلع برضو بكام؟ بايه؟ ب 4. طيب مجموعه الحل هنا هتبقى عباره عن السين والصاد والسين والصاد. هنا السين بكام؟ سالب كام؟ 3. يبقى سالب 3 وسالب 4 زوج مرتب. طيب الثاني 4 و3 زوج مرتب، يبقى اذا مجموعه الحل عباره عن قوس مجموعه وبعد كده زوج مرتب وزوج مرتب. زوج المرتب الاولاني بيجي منين؟ سين وصاد، يبقى سالب 3 وسالب 4 الزوج المرتب الاول. زوج المرتب الثاني نقوله 4 في السينات و3 في الايه؟ في الصادات. يبقى دي هي مجموعه الايه؟ الحل بتاعتنا. أنا بيقول لي إذا كان أ و ب حد س من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال الأ بيساوي 7 من 10، احتمال الب بيساوي 6 من 10، احتمال أ في التقاطع الب بيساوي 4 من 10، أوجد كل من أ في اتحاد الب. خلاص عايز احتماله، احتمال أ بتاع. بعد كده عايز مني إيه؟ احتمال مين؟ عدم وقوع الحدث أ، عدم وقوع الحدث إيه؟ أ. يبقى هنا في الحالة الأولانية عايز مني احتمال، يبقى هنا لازم نقوله ايه؟ هنا كلمة علامة الايه؟ احتمال الف اتحاد الب. يبقى هنا نحط علامة الاحتمال الف اتحاد الايه؟ الب. طيب هنا ما قاليش ان الحدثين متنافيين، اذا في هذه الحالة بنستنتج ان احتمال الف اتحاد الب بيساوي احتمال الالف لوحده زائد احتمال الب ناقص احتمال التقاطع ما بينهم، يبقى احتمال الف تقاطع الايه؟ الب. طيب يلا نعوض. يبقى احتمال الف اتحاد الب بيساوي احتمال ال بكام؟ 7 من 10، زائد احتمال ال ب بكام؟ 6 من 10، ناقص احتمال الايه؟ التقاطع 4 من 10. بالاختصار هيطلع لي 9 من كام؟ من 10. يبقى احتمال ألف اتحاد ال ب يطلع لي بكام؟ ب 9 من ايه؟ من 10. طيب الحاجه الثانيه بيقول لي احتمال عدم وقوع الحدث ألف. يعني ايه عدم وقوع الحدث ألف؟ اللي هو عباره عن احتمال ألف شرطه. احتمال مين؟ ألف شرطه. طيب احتمال أ شرطة، الاحتمال أ شرطة بيساوي 1 ناقص احتمال الألف. يبقى احتمال أ شرطة يساوي 1 ناقص احتمال الألف. طب احتمال الألف بيساوي 1 ناقص احتمال أ شرطة برضو. خلاص طيب يلا نعوض في العلاقة دي. يبقى 1 ناقص احتمال الألف بكام؟ ب 7 من 10. يبقى 1 ناقص 7 من 10 اديني 3 من إيه؟ من 10. اديني 3 من إيه؟ من 10. زائد 3 على س أس 2 ناقص 9 و نون 2 س عبارة عن 2 على 2 س سالب 6. فأثبت أن نون 1 س بتساوي نون 2 س لجميع قيم س التي تنتمي للمجال المشترك، وأوجد هذا الإيه؟ المجال. طيب ناخده واحدة واحدة. أول حاجة عندنا بناخد نون 1 س. طيب البسط ما بيتحللش، نحطه زي ما هو. المقام هنحلله فرق بين ايه؟ فرق بين مربعين. ازاي نحلله؟ يبقى س أس 2 عباره عن س في س،
سالب موجب وسالب، التسعة تلاتة في تلاتة، يبقى انا حللت دهوت ايه فرق، ايه فرق بين مربعين، حلل وتحليل. طيب بعد ما بنحلل نبتدي نجيب المجال الاول قبل الاختصار، قبل الاختصار لازم نجيب المجال. يبقى مجال نون واحد س بتساوي ح فرق اصفار المقام، فرق اصفار مين؟ المقام، يعني هتساوي ح فرق. ناخد العدد اللي هو مع السين بعكس اشارته، بعكس اشارته يبقى سالب 3. طيب وس ناقص 3 يبقى السين بتساوي 3، يبقى اذا المجال هنا في هذه الحاله ح فرق سالب 3 وكام؟ و3. نبتدي نختصر. نختصر ازاي؟ القوس يختصر مع القوس، هتبقى لنا 1 على س سالب كام؟ 3، ونسمي ديت المعادله رقم ايه؟ 1. طيب نمسك الجزء الثاني. الجزء الثاني اللي هو ايه؟ نون 2 س، خلاص اللي هو عباره عن 2 على 2 س ناقص كام؟ 6. هناخده من هنا من تحت 2 عامل مشترك، ناخد 2 عامل مشترك. طيب خد الاثنين عامل مشترك، يبقى 2 في البسط على 2 مضروبه في س ناقص كام؟ ناقص الايه؟ التلاته. طب نجيب المجال الداله، نجيبها. المجال بيجي منين؟ من داله الايه؟ المقام. المجال بيجي منين؟ من داله المقام. ازاي؟ نقوله ح فرق اصفار المقام، ح فرق اصفار المقام. يعني ايه اصفار المقام؟ يعني عايز العدد اللي انا حطيت مكانه س يساوي، يخلي ده بيساوي صفر. طيب هنا نعرفه ازاي؟ نشوف العدد اللي هنا، العدد اللي هنا كام؟ سالب 3، يبقى س بتساوي 3، يبقى س بتساوي كام؟ على طول 3، يبقى ح فرق الكام؟ 3. لاحظ هنا ان المجال هنا مختلف عن المجال، خلاص المجالين هنا مالهم مختلفين. طب تعالى نختصر كده، الاثنين على فيها الواحد على الاثنين فيها الواحد تروح، هتبقى لنا 1 على س ناقص كام؟ 3، ونسمي دي العلاقه رقم 2. من 1 و2 هنلاحظ ان الداله بتساوي الداله، بس المجالين مالهم مختلفين، المجالين ايه؟ مختلفين. طب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نقوله نون 1 س هتساوي نون 2 س كايه؟ كداله. طب المجال بتاعهم نجيبه ازاي؟ نقوله ح فرق ايه؟ التقاطع ما بينهم دولت، هنلاقيهم ح فرق سالب 2، سالب 2 وكام؟ وسالب 3 و3. يبقى المجال المشترك هنا ح فرق ال 3 وسالب ايه؟ وسالب 3. هنا برضو مسألة جميلة برضو بتتكرر كتير في الامتحان. أوجد مجموعة حل المعادلة، المعادلة بتقول إيه؟ 3 س تربيع سالب 6 س زائد الواحد بتساوي صفر، مقربا الناتج لأقرب ثلاثة أرقام عشرية. يبقى هنا حدد لي إن أنا بنعمل إيه؟ الناتج نخليه لإيه؟ ثلاث أرقام إيه؟ عشرية. طيب تعالوا مع بعض نشوف ديت المعادلة ديت، طبعا بنستحل بيها باستخدام القانون الإيه؟ العام. طيب عشان نحل بالقانون العام بنخلي المعادله بتاعتي صفريه، لازم تخلي المعادله ايه؟ صفريه. بتخلي الايه؟ السين والصاد والحد المطلق في طرف، والطرف الاخر بيساوي كام؟ صفر. نبتدي نعمل ايه؟ نجيب المعاملات. يبقى الالف اللي هو معامل السين تربيع بتلاته، الب بسالب سته اللي هو معامل السين، الجيم الحد المطلق بكام؟ بواحد. يبقى لازم نجيب دي الاول عشان نبتدي نحل. طيب بعد كده بنكتب ايه؟ القانون العام. القانون العام بيقول لي ايه؟ بيقول لي س تساوي ايه؟ لازم نكون حافظه كلنا عشان نبتدي نشتغل. سالب ب موجب او سالب الجذر التربيعي ل ب تربيع ناقص 4 الف ج على 2 الف، على 2 ايه؟ الف. تعال نعوض. سالب 6 يبقى ال ب بكام؟ يبقى سالب 6 في سالب 1 يديني موجب 6. موجب او سالب الجذر التربيعي نربع ال ب، يبقى سالب 6 في سالب 6 ب 36 ناقص 4 في 3 في مين؟ في ايه؟ في سالب مين هنا اهوت؟ في ايه؟ في الواحد. طيب نشوف مع بعض كده اهوت، يبقى في الايه هنا اهوت؟ في هنا المفروض هنا بالايه؟ الواحد، موجب الايه؟ الواحد. يبقى نقول تاني مع بعض، هيبقى عندي هنا 36 زي ما هي، ونيجي نعمل ايه؟ ونقوله سالب في موجب بايه؟ بسالب. 3 في 4 ب 12، 12 في 1 ب 12، يبقى ادينا 36 سالب 12، 36 سالب 12 على 6، يبقى نكتبه 6 موجب او سالب الجذر التربيعي ل 36 ناقص 12 على 6. طبعا بالاختصار ده خلاص بنختصر ده باستخدام الآلة الحاسبة، هيطلع لي 6 موجب او سالب 2 جذر 6 على الكام؟ على الايه؟ ال 6. طيب نقوله بقى مع بعض، نجيب بقى هيطلع عندي جذرين، واحد موجب والتاني ايه؟ سالب.
كويس، يبقى ايه بالآلة الحاسبة بقى على طول نجيبها نقوله ايه 6 موجب 2 جذر 6 على 6 ونجيبها باستخدام الآلة الحاسبة، هيدينا الناتج اللي هو الأولاني. الحل التاني نقوله 6 ناقص 2 جذر 6 على 2 على 6، 6 ناقص 2 جذر 6 على 6 يدينا الحل التاني لإيه؟ لأقرب 3 أرقام إيه؟ عشرية، لأقرب 3 أرقام إيه؟ عشرية. طيب هنا بيقول لي برضو اوجد نون س في ابسط صوره مبين المجاله، طبعا مساله جميله جدا وسهله جدا. خلاص هنبتدي نعمل ايه برضو؟ بيقول لي س على س ناقص 2 على، يبقى هنا هتتعلمت ايه؟ على، وبعد كده شرط كسر تاني س زائد 3 مقسوم على س اس 2 ناقص الس ناقص كام؟ 2. طيب هنبتدي اول حاجه هنا نبتدي نحلل، لو في حاجه عندنا تحلل نحللها. طبعا الاولاني ما بتحللش، البسط اللي فوق ما بتحل ايه؟ ما بتحللش. خلاص ده بايه؟ بيتحلل معانا. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي نحلل ده؟ لو حبينا نحلل ده عباره عن س في س وبعد كده 2 في 1 سالب للايه الكبير وايه موجب. طيب ده اللي بيتحلل بس. طب وعملت ايه بعد كده؟ بنحول العلى الى فيه ونشقلب الكسر، يبقى دلوقتي هنشقلب الايه؟ الكسر ده الثاني، يبقى س زائد 3 في المقام. طيب وده اللي هو س اس 2 ناقص الس ناقص 2، هنبتدي نحلوه زي ما اتفقنا، س اس 2 عبارة عن س في س، طيب 2 عبارة عن 2 في 1، دي سالبة يبقى الكبير ياخد اللي في نصه والتاني عكسه، يبقى أنا هحط السالب هنا والتاني بالإيه؟ بالموجب. طيب كده إحنا إيه؟ أول حاجة ثبتنا ده زي ما هو ما فيهوش تحليل، وبعد كده حولت علامة العالة إلى في، هنا الكسر التاني شقلبت الكسر، خليت بسط في المقام والمقام في البسط، يعني خلي لأن هنا لما يكون عندي على على بنحول علامة الفي العلى إلى في ونشقلب الإيه؟ الكسر. طيب نبتدي نجيب المجال. المجال هنا بيجي منين بقى؟ من ثلاث حاجات، من المقام الأولاني ومقام التاني والبسط بتاع التاني، طالما فيها علا يبقى حالة العلا بس فقط. بناخد المقام من إيه؟ بناخد المجال منين؟ من مقام الأول ومقام التاني وإيه؟ بسط التاني. خلاص طيب يلا نقوله ح، مجال ح ف، بناخد من هنا 2 صح، نجري اللي فوق سالب 2 س سالب 2 يبقى خدت منها الاثنين زي ديت بالظبط، خلاص ما فيش. طيب وبعد كده في مين؟ س زائد الواحد، ناخد ناخد عكس العدد اللي هنا يبقى سالب 1، هنا في كام؟ س زائد الثلاثة يبقى س يبقى ايه؟ سالب 3، يبقى ناخد سالب مين؟ 3. ده مجال الداله. طب بعد ما بنجيب المجال الداله نبتدي نختصر، نبتدي عمليه الايه؟ الاختصار. طيب يلا نشوف عمليه الاختصار بتتم ازاي. هنا هنقول س سالب 2 تختصر مع س سالب 2، كويس، ويتبقى لنا بقى س مضروب في س زائد الواحد على س زائد الايه؟ الثلاثه في ابسط ايه؟ في ابسط صوره. طيب برضه هنا بيقول لي اوجد نون س في ابسط صوره مبين المجال، طبعا المساله دي برضه جميله ولازم تيجي في الامتحانات الحاجات ديت وسهله جدا زي ما انت شايف. ايه بقى؟ نون س تساوي س اس 3 ناقص 8 على س اس 2 زائد ال 6 سالب كام؟ س اس 2 زائد الس سالب 6، في هنا علامه الفيها في النص وبعد كده كسر جديد س زائد ال 3 مقسوم على س اس 2 زائد 2 س زائد الايه؟ ال 4. طيب نبتدي نحلل بقى، نبتدي عمليه الايه؟ التحليل. اول حاجه بنعملها مساله زي ديت لازم نحلل، نحلل الايه؟ الحاجات. طيب طبعا وانا بنحلل هنلاقي س اس 3 سالب 8 مقدار مقدار ايه؟ مجموع، يعتبر ده بالنسبه لي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع او فرق بين مكعبين، فرق بين ايه؟ مكعبين. طيب نحله ازاي؟ قوس صغير وقوس كبير. قوس صغير بنحط فيه ايه؟ بنحط فيه جذر الاول وجذر الثاني وشرط اللي في النص ثاني، يبقى القوس الصغير جذر التكعيبي للاول ناقص، نحط الناقص زي ما هي، الجذر التكعيبي للثاني. طيب س اس 3 جذرها التكعيبي كام؟ س 8، الجذر التكعيبي لل 8 كام؟ 2، يبقى س ناقص 2 في القوس الاول. خلصت من القوس الاول، نيجي للقوس الثاني بقى نعمل ايه؟ بنضرب الس في س بس تربيع،
بعد كده نقوله سالب 2 في سالب 2 بموجب 4 في الاخر. طيب يبقى دايما كده واحده واحده كده مع بعض، بنضرب السين في سين بسين تربيع، سالب 2 في سالب 2 بموجب 4. طب الحد اللي في النص بنجيبه ازاي؟ بنضرب ايه بقى؟ 2 في سين بعكس اشاره اللي عندي دي، بعكسها، لو ديت سالبه نخلي دي موجبه، لو دي موجبه نخليها سالب، على طول كده. يبقى نقوله هنا الاشاره هنا ايه؟ سالبه نخليها موجب، ونضرب الاثنين في سين ب2 ايه؟ سين. طيب نيجي اللي بعد كده نشوف، طبعا ده بيتحلل خلاص، مقدار ثلاثي بسيط بيتحلل، سين اس 2 عباره عن سين في سين، 6 3 في 2، واحده موجبه والثانيه سالبه، الكبير ياخد اللي في النص، اللي في النص الثاني عكسه، يبقى الموجب تنزل للعدد كام؟ 3، وهنا العدد الثاني سالب 2، ياخد سالب ايه؟ 2. طبعا ده ما بيتحللش لان ده ما فيش حاجه، المقدار ده اسمه مقدار ثلاثي ايه؟ ما بيتحللش، مقدار ثلاثي كاذب، بنسميه مقدار ثلاثي كاذب، مش بيتحلل. طب عرفت منين؟ عايز هنا عددين حاصل ضربهم 4 ومجموعهم 2، حاصل ضربهم 4 ومجموعهم 2، طبعا مش هتلاقي ايه الكلام ده. ولاحظ معايا ان القوس ده هو نفس القوس ده، فدايما تاخد بالك لما يكون عندي في سين اس 3 ناقص او زائد عدد ثاني، بيبقى عندي القوس الكبير ده ما بيتحللش، او ايه اسمه ثلاثي ايه كاذب. يبقى في حاله مجموع مكعبين او الفرق بين مكعبين بيطلع عندنا قوس من 3 حدود، هذا القوس لا يحلل. ودايما نبص نلاقي واحد زيه في حاله الضرب وحاله القسمه، في حاله الضرب وحاله الايه؟ القسمه. طيب نبتدي نجيب المجال، المجال طبعا في حاله الضرب وحاله الجمع وحاله الطرح بنجيبه من داله المقام الاول وداله مقام الايه؟ الثانيه، الداله الثانيه، يبقى من مقام الداله الاولانيه ومقام الداله الثانيه. طيب نقوله ح فرق، تعالوا نجيبه بقى ح فرق، مين العدد 3 يبقى سالب 3، العدد سالب 2 يبقى 2. طب ده مالوش، قلنا ده مجموعة أصفار ليس له مجموعة أصفار، ليس له مجموعة إيه؟ أصفار، وبالتالي مالوش إيه؟ يبقى المجال بتاعه هنا بيساوي الإيه؟ مالوش مجال عندنا، مجاله إيه؟ صفر. طيب يبقى ح فرق الصفر. طيب هنا نقوله المجال بتاعنا ح فرق سالب التلاتة والايه؟ والاتنين. طيب بعد ما جبنا المجال نبتدي نختصر، نختصر ازاي؟ طبعا ده بيختصر مع ده صح؟ وسين سالب 2 تختصر مع سين سالب 2، وسين موجب 3 تختصر مع سين موجب 3. خلاص؟ اذا في النهاية يطلع لنا نون سين بتساوي كام؟ الواحد. نون سين تطلع بكام؟ بالواحد. يبقى دايما بنختصر، القوس الكبير ده يختصر مع القوس الكبير، ادي واحد. سين ناقص 2 في البسط تختصر مع سين سالب 2 في المقام. س زائد الواحد، س زائد الثلاثة تختصر مع س زائد الثلاثة. يبقى أنا بنختصر بسط مع مقام، بسط مع مقام. في حالة الضرب ناخد كده، ناخد زي ما أنا عايز. إنما في حالة الجمع والطرح لابد إن أنا ناخد من البسط اللي فوق، البسط ده مع المقام اللي تحته على طول. ما نقدرش نروح هناك. فاهمين الحتة دي كويس؟ يبقى دايماً في حالة الإيه؟ الجمع والطرح، وأنا بنختصر نختصر من الإيه؟ من المقام، بسط الأول مع مقام الأول بس. ما ندخلش، انما في حاله الضرب انا ممكن ناخد ده مع ده، بس المقام مع المقام في عمليه عكسيه زي ما انت شايف.